السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نتحدث عن Time Independent Schrödinger Equation. المرة الماضية تحدثنا عنها قليلا. خلينا نكتب معادلة شرودنجر. عندنا minus sparse square over 2m d square psi by dx square اللي بتعبر لنا عن كاينتك انرجي بدون البساي طبعا، زائد V of X اللي هو البوتنشال انرجي ساي يساوي I H بار بارشل بساي باي بارشل T. وإذا بتتذكروا V بالأصل هو V of X و T، لكن احنا أخذنا V of X و T يكون اختران فقط ب X، وهي اللي هي بنسميها stationary states. وفرضنا انه بساي اوف اكس وتي عباره عن اقتران يعتمد على الزمن، عملنا separation of variables. في اقتران يعتمد على اكس، وطلع معانا تي تتناسب مع اي تو ماينس اي في ثابت، لان هذا الثابت هو عباره عن انرجي ان في تي او اي في تي. والمعادلة الثانية كانت minus h bar square over 2m d square phi by dx square زائد v of x على phi يساوي e على phi. خلينا نكون هون دقيقين شوية. هذه حقيقة هي E في T، و إذا بنحل هذه المعادلة، هذه المعادلة اللي هي احنا بنسميها Schrödinger equation اللي هو H على فاي يساوي E على فاي، حيث ال H هو عبارة عن kinetic energy لكن as an operator، زائد ال potential energy. هذه هي معادلة Schrödinger equation، هذه المعادلة Schrödinger equation time independent Schrödinger equation اللي نقدر نكتبها ب eigen value problem مثل h phi h على phi يساوي e على phi. ولقينا انه الحل بنلاقي phi هنا عبارة عن مجموعة من الحلول، وكونه h هرميشيان هرميشيان بمعنى انه اتش داجر يساوي اتش، وبنعرف شو خواص الهرميشيان اوبريتر، انه اول شيء الايجن فاليو اللي هو نسميناها لمدا او لمدا كانت تساوي اي، كانت عندنا اي از ريال، والايجن فانكشنز اللي من كل ايجن فاليو في ايجن فانكشن هذول اورثوغونال، لانه ساي راح نسميه بساي ان اورثوغونال، والتوتال واي هذول الاورثوغونال فانكشن، اي فانكشن اللي هو مثل هذا الويف فانكشن اللي هو بساي نقدر نعمل لهم اكسبانشن بدلاله الاورثوغونال فانكشن، فكانه بنقدر نقول فاي هي عباره عن مجموع سي ان ساي ان اوف اكس. ولقينا انه بساي انه سي ان هذه تربيع تعبر لنا عن احتماليه انه النظام يكون بالستيت ان، يعني اذا كانت عندنا بساي 1 فسي 1 سكوير احتماليه انه النظام يكون في الستيت الاولى وهل مجرى. نعطي مثال توضيحي لهذا الامر. خلينا نفرض انه في عندنا
بساي، وبساي احنا بنقدر نكتبها باكثر من طريقه. يعني مثلا لو قلت مثلا لو فرضنا مثلا قلنا بساي اوف ار مثلا كفيكتور، بقدر اكتبها كالتالي. بقدر اكتبها انه على ايش هذه بتعتمد، فممكن يكون مثلا يعتمد بدل ما يكون بساي ان، فنفرض انه في عندنا ان وال وام مثلا، عباره عن اختصار مش داعي تعرفوا معناها حاليا. بنقدر نكتبها كالتالي ستيت انها ان ال ام، وهذا النوتيشن اللي هو هذا بنقول عنه كت بنا المرة الماضية، وعندنا هذه اللي هي عبارة عن برا، وبينا انه بساي مع بساي هذه ضرا يكون طولها واحدة اللي هي بساي سكوير، اللي هي عبارة عن بساي سكوير. وخلينا نفرض انه في عندنا ويف فانكشن هي بدلالة ان وال وام، بغض النظر شو هي ان وال ام، هي عبارة عن انتجرز. فخلينا نقول هنا ان وال وام عبارة عن انتجرز. مثل قبل شوي كتبنا فاي ان، نقدر نكتبها فاي ان بهذا الشكل فاي سب ان. نقدر نكتبها ايضا انه تعتمد مثلا اذا كان عندنا على ان، نكتبها بهذه الطريقة ان. هذه عدة طرق لكتابة الويف فانكشن. خلينا نفرض انه في عندنا ويف فانكشن معينة ساي، هي عبارة عن ثابت فاي 1. فاي 1 معناها نظام موجود بالستيت رقم 1، زائد نقول مثلا 2 فاي 2 ناقص فاي 3. والسؤال هذا السؤال اف ساي، واول شيء مثلا فايند ايه، بعدين سألنا سؤال بسيط مثلا سألنا ما احتمالية في عندنا هذا النظام بساي موجود بكامبينيشن للستيتس فاي 1 وفاي 2 وفاي 3. السؤال ما احتمالية what is the probability that the system، نقول هنا of the system، خلينا نختصر of the system to be in state 2. طبعا احنا في عندنا 3 states phi 1 وphi 2 وphi 3، لكن احنا بدنا نشوف احتمالية النظام يكون موجود بالستيت رقم 1. فالجواب اول شيء لازم نوجد A بنوجدها اللي هو بسموه normalization constant، بحيث انه بساي اذا بأثر بها على بساي هذه كلياتها لازم يكون يساوي 1. فاذا نعمل هاي العكس لها كلياتها هذه تساوي، اول شيء لما ناخذ الحد هذه معناها صار في عندنا A conjugate، وهذول بدنا نعكسهم بصير عندنا phi 1 زائد 2 فاي 2 ناقص فاي 3 اسف. بتأثر فيها هذه كلها على الستيت الثاني اللي هي بساي اللي هي عبارة عن A، ونكتب الستيت مرة ثانية فاي 1 ناقص 2 زائد 2 فاي 2 ناقص فاي 3. واحنا بنعرف ان هذول الستيتس قلنا اورثوغونال،
إذا فقط فاي 1 مع فاي 1 لها قيمة فاي 2 مع فاي 2 وفاي 3 مع فاي 3 وقيمة واحد. فاي ستار مع اي بطلع معنا اي سكوير. لما أثر فاي 1 على فاي 1 فيها واحد. 2 فاي 2 على 2 فاي 2 عندنا زائد 4. ناقص فاي 3 على ناقص فاي 3 زائد 1. واللي هي تساوي 6 اي تربيع. معناها ايه؟ هذا كله واحد، معناها ايه؟ تساوي واحد على الستة. كاختصار جذر الستة. كاختصار احنا في عندنا هنا معاملها واحد بربعه، هنا معاملها اثنين بربعه، هنا معاملها ناقص واحد بربعه. بجمعهن وواحد على جذرها. اذا وجدنا ايه؟ نشوف الاحتمالية هالسايات. إذا عندنا صار عندنا بساي يساوي واحد على جذر ستة في على ستة على فاي ون زائد اثنين ستة فاي تو ناقص ستة فاي ثري. وهذول العمليات كلياتنا على بعضهن، وكأنه احنا كتبنا ساي يساوي مجموع سي ان على فايل ان. فكأنه هنا سي 1 هي عبارة عن واحد على جذر ستة، سي 2 اثنين على جذر ستة، وسي 3 هي عبارة عن ناقص واحد على جذر ستة. المعاملات، فإذا بدنا احتمالية النظام يكون في الستيت واحد، إذا سي 1 سكوير اللي هي واحد على ستة، فعندنا مثلا سي 1 سكوير هي عبارة عن احتمالية probability of the system والسيستم له ستيت كامل بساي of the system to be in state phi 1. C2 square هي عبارة عن احتمالية ان النظام يكون بالستيت phi 2، وكذلك الامر بالنسبة ل C3 square. احنا بدنا احتمالية النظام يكون موجود بالستيت 2، اذا بدنا C2 square واللي هي تساوي 4 على 6 ويساوي 2 على 3. احتمالية الـ C1 سكوير 1 على 6، يعني إذا بضرب C1 سكوير أو بجمع آسف C1 سكوير زائد C2 سكوير زائد C3 سكوير يطلع معانا نربع 1 على جذر 6، نربع 2 على جذر 6، ونربع آخر واحد اللي هو واحد على ستة، بطلع عندنا مجموع الاحتمالات يساوي واحد. خلينا نعطي مثال فيزيائي، وهذا المثال مهم جدا اللي هو potential well particle of mass m in potential well of width نسمي L. هذا البوتنشال ول نعرفه كالتالي، عندنا هنا هذا اللينث صفر إلى L، وهنا عندنا الجهد انفينيتي، وما بينات هو كما لو كان في بارتكل. فعندنا V of X تساوي صفر إذا كانت X ما بين الصفر وما بين ال L، وعندنا infinity يعني الجسم لا يستطيع أنه يخترق هذا الحائط أو الول البئر إذا كان otherwise. والسؤال بدنا نوجد الانرجي هو الطاقة المسموحة للنظام. طبعا احنا نتحدث quantum mechanics حاليا،
فعندنا احنا minus sparse square over 2m d square psi by dx square. زائد v، لكن v عندنا الصفر أو ما لا نهاية، فعندنا الصفر فقط ما بين الصفر و L، إذا زائد v لا يوجد شيء، يساوي e على psi، وعندنا x محصورة ما بين الصفر وما بين L. طبعا بقدر أضرب ب2m over h bar square، ونقول للجهة الثانية بيطلع عندنا d square psi by dx square زائد 2ME over h bar square على psi يساوي الصفر. إذا خلينا نفرض كالعادة مثل ما أنتم تعلموا لما كنتم عندنا معادلة تفاضلية من درجة الثانية بهذا الشكل، هذا الأسهل أن نعتبرها كيس سكوير. فخلينا نفرض أنه كيس سكوير يساوي 2ME على اتش بار سكوير، ولاحظوا انه احنا لا بنعرف اي ولا بنعرف الساي، يعني من هنا اي اللي هي عبارة عن اتش بار سكوير كي سكوير اللي هي الكي اساسا بنعرفهاش على 2 ام. ولاحظوا هذه هي عبارة عن كاينتك انرجي، لانه الكاينتك انرجي هي عبارة عن بي سكوير اوفر 2 ام، ونقدر نكتب البي اتش بار في كي. حل هذه المعادلة صار عندنا هسيات دي سكوير ساي باي دي اكس سكوير زائد كي سكوير على بساي ايكوال زيرو، وكلكم بعرف انه الحل عبارة عن بساي اوف اكس هو ثابت في ساين كي اكس زائد ثابت في كوساين كي اكس. لكن كونه هاي الويف فانكشن لا يمكن تخترق، اذا هنا في عندنا الويف فانكشن سواء عند ال او عند الصفر لا يمكن يكون فيها اختراق، اذا في عندنا فساي اوف زيرو يساوي زيرو، وايضا هذه يساوي فساي اوف ال. هذه هي شروط الحدية او ما يسمى الباوندري كونديشن حقيقة. فاذا بعوض عند اكس يساوي زيرو فقيمتها زيرو، يساوي A في ساين الزيرو زائد B في كوساين الزيرو، لكن ساين الزيرو زيرو وكوساين الزيرو هنا واحد، فمعناها إجباري إنه يكون B تساوي الصفر. إذا بطلع عندنا ساي اوف X يساوي A ساين KX فقط. لكن عندنا ايضا بساي اوف ال تساوي زيرو، ويساوي اي في ساين كي ال. متى بيكون الساين يساوي زيرو؟ معناها عند نقاط ان باي، اذا عندنا كي ال يساوي ان في باي، فبالتالي بيطلع معنا كي هي عبارة عن ان باي اوفر ال. وبما أن حددنا هي قيمة الكي، إذا حقيقة إحنا حددنا قيمة الإنرجي، فصارت الإنرجي عبارة عن شبار سكوير، وبدل كي سكوير عندنا إن سكوير باي سكوير أوفر 2 أم إل سكوير. هذه هي الطاقة، ولاحظوا الطاقة تعتمد على. إذا خلينا نكتبها مرة ثانية، صار في عندنا E تعتمد على N عبارة عن N سكوير باي سكوير H بار سكوير أوفر 2 ML سكوير في N سكوير. إذا لو فرضنا أنه هذا الثابت اللي هون كلياته ألفا مثلا، فكأنه هذا يساوي ألفا N سكوير، حيث ألفا اللي هي عبارة عن باي سكوير اتش بار سكوير اوفر 2 ام ال سكوير. وواضح انه عندنا في ساي ان تساوي ثابت في ساين ك
k، لكن k لقيناها هنا هي عبارة عن n باي over l في x، وإذا حطينا n تساوي 0 بالمعادلة مباشرة معناها بساي تساوي 0، معناها ما فيش عندنا جسم. إذا هنا قيم n، قيم n تساوي 1 2 3 إلى آخره. إذا في عندنا هذا البوتنشال ويل، إذا كانت n تساوي 1 معناها مقدار الطاقة، إذا نحط هنا كطاقة معناها مقدار الطاقة ألفا، عند n تساوي 1، عند n تساوي 2 مقدار الطاقة 4 ألفا، إذا تضاعفت بأضعاف 4 أضعاف، هاي 4 ألفا عند n تساوي 2. عند n تساوي 3 راح يكون في عندنا 9 ألفا، يعني عالي جدا. وبنلاحظ أنه كل ما ارتفعنا أكثر بالستيتس بيصير عندنا الطاقة أعلى بكثير، وبنلاحظ أن الطاقة مكممة تعتمد على n، ومن هنا إجا العلم علم الكوانتم ميكانكس أنها مكممة تعتمد على أرقام. ظل علينا نوجد هذا الـ A، هذا الـ A بده يكون في عندنا تكامل مجموع الاحتمالات كلياتها يساوي على كل سبيس يساوي 1، لكن احنا السبيس فقط موجود ما بين 0 و L، اذا لما نربحها بيصير في عندنا A سكوير بتكامل من 0 الى L ل ساين سكوير N باي اوبر L X دي X كله يساوي 1، لكن هذه نكتبها كالتالي: a سكوير تتكامل من الصفر إلى l، هذا عبارة عن نص ناقص مش متأكد، تأكدوا أنتم منها، ساين 2n باي over l x dx، ولما نكامل الساين بطلع كوساين، من الصفر إلى l بطلع عندنا 1 ناقص 1 بيصفر، إذا بطلع عندنا فقط النص اللي هي A تربيع في L على 2 اللي هو 1، فبضل عندنا يطلع معانا A يساوي جذر 2 على L. إذا صار عندنا sin of X هو عبارة عن ساين اوف ان اوف اكس اللي هو عبارة عن جذر 2 على ال ساين ان باي اوفر ال في اكس. فبالتالي اي ويب، اي سيستم بقدر اعمله كامبينيشن من هذولا، لو نقدر نقول انه اذا كان في عندنا ستيت مثل ساي نقدر نعملها كامبينيشن. ممكن يكون نظام مؤلف من كامبينيشنز من على ان ل سي ان ساي ان. والسي ان اللي هو بدنا نشوف نكامل بساي ان مع بساي، اللي هو كما لو كان نعملنا expansion لأي اقتران بدنا اياه بما يسمى بدلالة الساين. يعني لو مثلا أعطينا مثال شو الـ expectation value لـ x، فبدنا نقول expectation value لـ x عبارة عن x ساي سكوير dx ما بين الصفر و L، فبدا يصير في عندنا x sin سكوير، وهي بدنا نحلها بالأجزاء على الأقل مرة واحدة. نقدر نشوف p expectation value ل p، فأنا إذا بدنا أنتوا تكملوا لحالكم، أوجد سيجما x اللي هي عبارة عن جذر x سكوير minus x سكوير، يعني بدي أوجد هذا التكامل، وأوجد لما يكون في عندنا x سلبية، يعني جوة التكامل هنا x سلبية بحاجة إنك تكامل بالأجزاء مرتين، وأوجد سيجما p اللي هو عبارة عن
جذر بي سكوير الافرج لبي سكوير ماينس الافرج لبي الكل سكوير. والبي تعرفوا تأثيرها اللي هو عبارة عن اتش بار اوفر اي دي باي دي اكس. فنقدر نحط هنا بي مثلا، لكن هاي بدل اذا بتتذكروا انه اي او اي اكسبكتيشن فاليو لاو هي عبارة عن تكامل ساي ستار اتش بار اوفر اي دي باي دي اكس للبساي دي اكس. فبالتالي لو فرضنا ان بدي اوجد الاكسبكتيشن فاليو لبي، فانا اول شيء بدي اشتق لبساي اللي هي كوساين واضربها بالساين، فبدي كامل ساين كوساين. هاي سهل تكاملها ونوجد الافرج لبي سكوير. وحاولوا شوفوا سيجما بي في السيجما اكس قديش راح تساوي، راح تلاقوا لها علاقة بمبدأ هايزنبرغ. خلينا نتعمق بشوي هذا المثال لأنه مثال كثير مهم. عندنا ساي ان اوف اكس يساوي جذر 2 على ال ساين ان باي اوفر ال مضروبة في اكس. والاي ان كانت عبارة عن باي سكوير بار سكوير اوفر 2 ام ال سكوير مضروبة في ان سكوير. واذا رسمنا ساي، هاي كانت عندنا ان تساوي 1، نفرض هنا ان تساوي 1 فرض، ان تساوي 2 الها اكثر طبعا انتو بتعرفون 4 لان فعلا ان تربيع بتضاعف، هاي ان تساوي 2. ونشوف كمان ان تساوي 3 تقريبي هذا الرسم. ما لما يكون ان تساوي 1 معناها الويف فانكشن بساي هي جذر 2 على ال ساين بدل ان 1 ساين باي اوفر ال في اكس. هذه فقط لها بهذا الشكل، هي فقط الأسار على المنتصف الأطراف، لكن بحط 2 ونرسمها تطلع عندنا بهذا الشكل. فبين أنه في عندنا نود يعني أنها تقطع محور السينات عند نقطة واحدة. وعند إن تساوي 3 راح يكون في عندنا 2 نودز. الشكل. إذا هذه رسمة ساي، خلينا نرسم هنا ساي ان سكوير اللي هي الاحتمالية. فعند ان تساوي 1 إذا نربع هذا المقدار فقط إنه حجمه بيزيد الزيادة. إذا نربع هنا فيش بتستشفي عندنا السالب، كله بده يكون في عندنا عبارة عن موجب. ونربع هنا المقدار في عندنا بهذا الشكل. خلينا نروح لـ n تساوي 2. لاحظوا انه هذه الصفر وهذه ال، هذه هنا ال على 2، هاي هنا ال على 3، 2 ال على 3. فإذا كنا بالستيت رقم 1 فأعلى احتمالية للجسم يكون عند L تساوي هنا أعلى احتمالية، لأن هاي هنا تمثل لنا الاحتمالية، فأعلى احتمالية عند L على 2. لكن إذا بروح على N تساوي 2 بلاقي احتمالية إنه الجسم يكون موجود عند L تساوي عند X تساوي L على 2 احتماليته يساوي الصفر. إذا بروح على N تساوي 3 في احتمالية تساوي الصفر عند ال على 3 وعند 2 ال على 3. أعلى احتمالية في هذه ورا النقاط اللي هي الماكسيمم، يعني هنا مثلا أعلى احتمالية عند ال على 4 و 3 ال على 4. السؤال اللي ممكن الواحد يسأله، طيب افرض انه كان في عندنا جسم، هو أساسا جسم، احنا الكوانتم ميكانكس بدل ما تعامل مع هذا الجسم تعاملنا معاه كما لو كان ويف. فنفرض انه كان في عندنا جسم موجود
بهذا الشكل. وفي عندنا جسم موجود هون عند إلا على 4 اللي هي أكبر احتمالية، لكن هذا الجسم هو بتحرك عند هاي النقطة اللي هي إلا على 2 احتمالية تساوي الصفر، يعني لا يمكن يكون موجود فيها. فكيف ممكن يكون موجود بهذا الجهة ويروح على الجهة الثانية بالرغم من أنه هون الاحتمالية تساوي الصفر؟ هذا الشيء بيبين فيه نوع من التناقض، أنه كيف جسم موجود، هذا جسم free particle بتحرك، بس هذا free جويت potential وال بتحرك بأريحية فيش عليه أي نوع من القوة، ولكن هذا جسم ممكن يكون في هذه المنطقة أو في هذه المنطقة، ولا يمكن يكون موجود في المنتصف، لأنه احتمالية يكون في موجود في المنتصف عند N تساوي 2 هي احتمالية تساوي الصفر. فيفرضنا اعتباطا أنه هذا الجسم يتحرك إلى اليسار، كيف بده يروح لهاي الجهة اللي على اليمين بدون ما يمر ب إلا 2؟ طبعا هذه من الأشياء الجميلة في علم الكوانتم ميكانكس اللي بتخلي الواحد دائما يفكر تفكير زائد. منذ البداية حكينا لكم أنه هذا العلم اللي هو علم تحويل الجسم، بدل ما نتعامل مع الجسم نتعامل معه كموجة. طبعا علم الكوانتم ميكانكس العلم الجميل فيه زيادة أنه بالكوانتم ميكانكس كل شيء عبارة عن جسيمات، كل شيء عبارة عن موجة، تقدر تأخذ تتعامل معه كجسم، ممكن تتعامل معه كموجة. في هنا في ما يسمى first quantization، احنا بنتعامل مع الجسم كما لو كان الجسم الكلاسيكي كما لو كان كوانتم ويف. هذه الويف مكممة، اذا بتشوفوا هنا الاحتمالية تساوي الصفر، يعني احنا لما نرسم الاحتماليات هذا الجسم ليس له وجود، هذا الجسم عبارة عن ويف ليس له وجود على الاطلاق في هذه المنطقة، ولكن وجوده في هذه المناطق، احنا بنتعامل معه كموجة ولا نتعامل معها كجسم. أرجو أنه هذا السؤال يكون إجابته واضحة ليكم. طبعا نحن مشان نبين شو راح نعطي المرة القادمة سريعا، أسهل شيء دائما لما نيجي نحسب البوتنشل أنه يكون في عندنا الفورس، فإحنا أول شيء إذا كانت F تساوي 0، إذا كانت F تساوي 0 يعني بعرف أنه V هي عبارة عن تكامل F DX، إذا كنا نتحدث عن one dimension. فهذه إذا كان F تساوي 0 معناها ممكن البوتنشال يكون في عندنا 0، وممكن يكون عندنا constant. إذا كان البوتنشال يساوي 0 هذا نسميه free particle، إن كلهن free particle لكن في عندهن شيء اللي يخفف من سرعتهن إذا كان constant. فإحنا أخذنا هنا راح نأخذ free particle المرة القادمة، إحنا أخذنا مثال free particle أيضا إذا كان جسم محصور ما بين صفر وإل واللي هو سمينا البوتنشال ول، وممكن يكون عندنا V تساوي constant. V تساوي constant مثلا هذا عبارة عن constant، هذا عبارة عن constant، هذا عبارة عن constant. فمثلا هنا عندنا دائما ثابت مقداره V مثلا ما بين minus A و A، إذا بدنا نقول هنا الصفر للمال النهاية له دائما V نوت وقبلها يساوي الصفر، هنا خلينا نقول هذه minus A هاي minus A وهذه بدها تكون لتحت minus V نوت، يعني attraction. هذا إذا كانت F تساوي 0 هذول راح نحاول نحل منهم قدر الإمكان. في عندنا ممكن F تساوي ثابت constant، والثوابت مثل M في G جسم موضوع في مجال الجاذبية الأرضية تؤثر عليه قوة ثابتة مقدارها M في G، أو ممكن يكون شحنة موضوع في مجال كهربائي منتظم بتكون عبارة عن Q في E. وأنا بالحالتين طبعا أنا هنا نسيت إشارة سالبة، فبطلع عندنا V يساوي minus the constant، خلينا نسمي هذا constant ألفا، بغض النظر ألفا ممكن يكون M في G أو ممكن يكون Q في E، فهو عبارة عن minus ألفا مضروبة في X، وهذه مش راح أحلها راح نتركها لكم. وفي عندنا ممكن يكون F، احنا نتطور ب F، F تساوي 0 طلع منها V يا إما صفر أو constant، F تساوي constant فطلع معانا مثل MG أو Q في E، بكون البوتنشال
يتناسب مع اكس، وممكن يكون في عندنا اف ثابت مثل كي مضروبة في اكس. هذا بيطلع عندنا البوتنشال يساوي 1 هاف كي اكس سكوير، واللي هو ما يسمى هارمونيك اوسيليتر او قانون هوك. هارمونيك اوسيليتر، وهذا راح نقضي عليه محاضرة كاملة ان شاء الله. الهارمونيك اوسيليتر ممكن يكون في عندنا اف يتناسب مع اكس سلبية، بصير البوتنشال يتناسب مع اكس تكعيب. هاي الامور لا نستطيع حلها. اذا كان شرودنجر كويجن هي عبارة عن معادلة تفاضلية صحيح من الدرجة الثانية، هي تعبر عن نظام فيزيائي لكن يمكن حله تحت حالات خاصة جدا، مثل F تساوي 0 اللي هي بكون عندها البوتنشال يا اما صفر يا اما كونستنت مثل هذا الشكل، او هاي الاشكال اللي راح ينحل منها فقط واحد ونخلي الباقي ليكو، او انه يكون في عندنا F تساوي ثابت مثل الجسم في موضوع في مجال الجاذبية الارضية، او اللي هو مجال الجاذبية الارضية ثابت، او شحنة موجودة في مجال كهربائي ثابت بكون الجهد هو يتناسب مع اكس، او ان يكون في عندنا القوه تتناسب مع اكس، يعني في عندنا لوكس لو، وبالتالي البوتنشال هو عباره عن 1 هاف كي اكس سكوير اللي هو الهارمونيك اوسيليتر. اكثر من هيك ما بنقدرش نعرفش نحل. في حالات بسيطه بنقدر نحل فيها معادله شرودنجر. هذه الحالات خلينا نحطهن بسيطه. اول شيء اذا كان في عندنا، خلينا نقول اذا كان في تساوي دراك دلتا فانكشن، هذا راح نحله ان شاء الله ونبين انه نقدر نحله. وممكن ايضا ان نكون في بثلاث ابعاد اللي هو قانون كولوم، اللي هو يتناسب في اوف ار يتناسب مع واحد على ار، وهذه حقيقة اللي هي راح يكون موضوعه إن شاء الله في كوانتم ميكانيكس 2. فتقريبا كوانتم ميكانيكس 2 هي عبارة عن كيف نحل ذرة قانون كولوم لذرة بسيطة. ذرة بسيطة اللي هي ذرة الهيدروجين اللي في عندنا إلكترون وبروتون، فبكون في عندنا قانون كولوم اللي هو عبارة عن شحنة الإلكترون في شحنة البروتون على المسافة، واللي هو يعني يتناسب مع واحد على R. وهذا راح نخليها ان شاء الله للكوانتم 2، لكن في هذا الشابتر شابتر 2 راح نحل المره القادمه ان شاء الله واحد من هذول الامثله. ممكن يكون ستيب فانكشن، او يكون هذه بسموه سكاترينج، او هنا الول الثالث سكوير ول بسموه. ومحاضره راح تكون ان شاء الله ممكن نضيف ليها اذا كان ظل معنا وقت المحاضره نحل اذا كان في عندنا في يتناسب مع دراك دلتا فانكشن. وأرجو أنكم تكونوا أخذتوا رياضي فيزياء رياضية 2 اللي هي فيزياء 301، ومحاضرة للهارمونيك أوسيليتر، ونكون إن شاء الله ننهي الشابتر 2. فإحنا عندنا تقريبا عندنا 3 محاضرات لهذا الشابتر. نراكم على خير.